نظمت مؤسسة راعي مصر عضو تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة طبية مجانية بقرية المطمر بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط. شملت القافلة تخصصات طبية متنوعة بالإضافة إلى العيادات المتنقلة والتي شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين، وتم تسليم المترددين العلاج بالمجان. النهارده بننظمي قفله طبيه برعايه مؤسسه راعي مصر والتحالف الوطني، نازلين في قريه المطمر مركز ساحل سليم. القريه من اكثر الاماكن احتياجا للخدمه، فاحنا قررنا نعمل فيها القافله بمساعده متطوعين راعي مصر ومتطوعين من القريه. النهارده نازلين قافله طبيه تشمل 6 تخصصات: الاطفال والبطنه والعظام والجلديه والرمد والنساء، وكمان معانا خدمه التحاليل الطبيه بنعمل من خلالها بنكتشف الامراض الاكثر انتشارا، وبنعمل على المتابعه عليها. ننزل ندور على اماكن صغيره وقرى صغيره بيبقى فيها ناس كتير محتاجه المساعده دي فبنساعدهم. فكرنا ان احنا نعمل القفله هنا لاحتياج القريه واحتياج ابناء القريه للخدمات الطبيه، نظرا لعدم وجود اطباء او عيادات داخل القريه. تم الاعلان عن القافله بواسطه متطوعينا الموجودين في القريه ومتطوعين من خارج القريه وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. زي ما حضراتكم شايفين الاقبال كبير جدا، وده يدل على احتياج القرية وأهليها للخدمة الطبية المقدمة. فالحمد لله لقيت اهتمام هنا ودكاترة ما شاء الله عليهم، يعني أحسن من المدن. يعني في القرى حاسة في اهتمام عن المدن، يعني بصوا نظام ودكاترة ما شاء الله عليهم. هي قفلة حلوة خالص على فكرة، وإحنا البلد في احتياج ليها هنا، وفي ناس كتير محتاجة ومش معاها إن هي تروح تكشف. فيعني هم بيجوا هنا بيلبوا لنا كل طلباتنا من كشف عظام ورمد وباطنة.